الرقيب. وتوجيه الدعوة إلى البلدان العربية لحضور الاجتماع التأسيسي بالعاصمة الخرطوم. وقد أحيطت الجمعية العامة التي ترأس أعمالها البروفيسور علي شمو أطال الله عمره بترحيب حكومي وشعبي انبثق منها ميلاد الاتحاد ورسمت معالم رسالته القومية. ويكفي السودان شرف احتضانه للمركز العربي الذي أداره بحكمة واقتدار الدكتور أحمد يوسف. ومن هذا الجهاز الفني تركزت الخطط الهندسية على قواعد علمية وأعطى دفعاً قوي انعكس ثماره على مر السنوات اللاحقة. سيادة رئيس مجلس الوزراء الحضور الكريم، لقد تميز هذا العام بالاحتفالية الكبرى التي نظمها الاتحاد تقليداً لذكرى إنشائه، وقد أعد برمجة ثرية ومتنوعة الغاية منها استحضار أهم المحطات التي مرت به مسيرته العريقة والتعريف بجوانب أنشطته ومنجزاته، وذلك من خلال تكريم نخبة من الشخصيات الإعلامية البارزة اعترافاً بجهودها وإسهاماتها الغيمة في النهوض بالاتحاد وتأصيل كيانه. كما شملت هذه البرمجة إنجاز العديد من الإصدارات وإنتاج فيلم تلفزيوني وإقامة معرض وثائقي تروي صفحات مشرقة لهذه المنظمة التي ولدت لتكون مهنية صرفة وظلت هكذا على الدوام بعيدة عن التأثيرات والتجاذبات السياسية، وهو ما أكسبها عوامل النجاح والتطور. وها هي اليوم تواصل أداء رسالتها الإعلامية والفنية والتكنولوجية في كنف ما يحدو الجميع من عزم مشترك وتجاوب الهيئات الأعضاء مع تتبل ورطه من توجهات وإقراره في مشاريع مجالات اختصاصاته، وهي كثيرة لا يسع المقام للتبسط فيها. حسبنا الإشارة إلى ثلاثة منها، وهي التبادل الإخباري والبرامجي بالحقلين الإذاعي والتلفزيوني الذي يمثل إحدى أهم الخدمات التي يقدمها الاتحاد لهيئاته ولغيرها من الجهات الراغبة في الاستفادة، وتتضافر جهوده لتيسير انسيابها على نحو جعل هذه الحركة اليومية تسجل التطورات المتزايدة تماً ونوعاً، ما يناهز على 13,000 خبر يجري تبادلها و 3,000 ساعة تبادلات برامجية سنوياً و 11 ساعة تبادلات إذاعية معدل يومي، مع توفير تبادلات أخرى بالتعاون مع الاتحادات الإذاعية الدولية والإقليمية تتيح نشر الخبر العربي والفلسطيني على أوسع نطاق. كما يستقبل الاتحاد ما يفوق على 30,000 خبر سنوياً من أوروبا وآسيا وبلدان المتوسط وأفريقيا، ويقوم بتوزيعها الاستفادة اليومية منها بالنشرات البرامجية والأخبارية. وهو إلى ذلك يطلع بدور محوري في تغطية الأحداث الكبرى داخل المنطقة وخارجها على غرار مؤتمرات القمة العربية والأفريقية والإسلامية ودورات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجموعة الـ20 وغمتي المناخ والأرض. كما يتولى بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تغطية مواسم الحج باعتماد الوسائل التكنولوجية المستحدثة. وفي مستوى آخر يشكل التدريب الإذاعي والتلفزيوني أحد ركائز وأركان الاتحاد، حيث أنشأ مركز التدريب العربي بدمشق وأنشأ كذلك أكاديمية في عام 2017 بمقره في تونس تطمح إلى توفير عالي الجودة في سائر المهن الإذاعية والتلفزيونية لتكون مركزاً مرجعياً في مجال التدريب السمعي البصري. وتوفر هذه الأكاديمية التدريب وإعادة التأهيل لجميع العاملين العرب بالحقل المرئي والمسموع وفي محاور الإعلام الجديد، الهندسة والإنتاج، البرامج والأخبار، القيادة والتصرف. ومن أجل تحقيق التميز تحترم جملة من القيم التي توجه أنشطتها التدريبية، وهي إحكام تصميم وتنظيم العملية التدريبية وفق أحسن المناهج وأرقى التجهيزات. وتعد الشبكة السحابية الأزبوك لاود آخر هذه الأنظمة وجدها، وهي تعتمد على خطوط الإنترنت وتقنيات الجيل الثالث والرابع، مما ساعد في تنامي رقعة تغطية الاتحاد الجغرافية لتشمل العديد من مناطق العالم، ومكن من ربط هيئة الإذاعة التلفزيونية وهيئات جيبوتي والصومال وجزر القمر لتشارك بفعالية في مختلف أنواع التبادلات الإخبارية والبرامجية في الاتجاهين. كما وضع الاتحاد مناهج محكمة في مجالات إرساء البث الإذاعي والتلفزيوني الأرضي الرقمي والتلفزيوني عالي وفائق الدقة ونقل المحتوى داخل الاستديوهات. وتعتبر الباقة التلفزيونية العربية الموحدة من أهم إنجازاته استتيح الفضائيات العربية ربط الصلة مع مواطنيها في ديار الهجرة حيثما كانوا. وفي الختام لا يسعني إلا أن أجدد خالص الشكر والإقبال
إلى سيادة رئيس مجلس الوزراء الذي شرفنا بالحضور، وإلى كل الذين أسعدونا بالمشاركة في دورة جمعيتنا العامة ومواكبة المرحلة الأخيرة من احتفاليته بوميد الذهبي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للمهندس عبد الرحيم سليمان. الكلمة الآن لسعادة الأستاذ محمد عبد المحسن العواش، رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية ووكيل وزارة الإعلام بدولة الكويت الشقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيادة عبد الله حمدون رئيس مجلس الوزراء، معالي الوزراء، أصحاب السعادة السفراء، زميلاتي وزملائي الإعلاميين، جمهورنا وحضورنا الكريم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئتكم من بلد أحمل معي زهرة النوير لأضعها فوق النيل الخالد، لتلف أرجاء السودان، لتعرف بكل ود وبكل محبة وبكل إجلال وتقدير للسودان وشعبه العظيم. سيادة رئيس مجلس الوزراء، كما اشتكوت المدير العام لسيادتكم لم يعد لي الكلمة، فأنا اختزلت كلمتي في ثلاث أبيات من الشعر الشعبي الكويتي لألقيه على مسامعكم جميعا. سلام يا شعب السودان الشقيق، يلي صرت للعرب قدوة. سلام يا شعب السودان الشقيق، يلي صرت للعرب قدوة. بدمك الطاهر رسمت الطريق وقدمت روحك للوطن فدوة. بدمك الطاهر رسمت الطريق وقدمت روحك للوطن فدوة. أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله إنك شعب عريق، بعزمك وإصرارك وصلت الحروة. سلام يا شعب السودان الشقيق، يلي صرت للعرب قدوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد المحسن العواش، رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية. ونعبر عن عميق ابتهاجنا بحضور البروفيسور علي محمد شمو، رئيس الاجتماع التأسيسي. ونعبر عن عميق ابتهاجنا بحضور البروفيسور علي محمد شمو، رئيس الاجتماع التأسيسي للجمعية العامة التي شهدت يوم 9 فبراير شباط 1969 ميلاد اتحاد إذاعات الدول العربية. أهلا بك أستاذ الأجيال معنا في هذا الحفل الذي لا شك أنه يثير فيك العديد من الذكريات الخالدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الأخ الدكتور عبد الله حمدون رئيس مجلس الوزراء، الأخ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام،
الأخ محمد عبد المحسن عواش رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، ثم الأخ عبد الرحيم سليمان مدير الاتحاد، الإخوة السفراء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في منتصف عام 1968 وأنا قادم من براغ عن طريق القاهرة، التقيت بعدد من الإخوة الأصدقاء المصريين العاملين في الجامعة العربية، وقالوا لي إن هناك اتفاقية عدتها الجامعة ووقعت عليها 6 دول تدعو إلى قيام اتحاد لإذاعات الدول العربية، فما بالك لو كان السودان الدولة 7. قلت لهم أهلا وحملتها، ثم جئت إلى الخرطوم والتقيت بالأخ عبد الماجد أبو حسب وزير الإعلام في ذلك الوقت، عرضت عليه الأمر فوافق، ثم على مجلس الوزراء فوافق، ثم على الجمعية التأسيسية فوافقت، فأصبحت قانونا وأصبحت موافقة رسمية، فأخترنا الجامعة العربية بأن السودان هو الدولة 7 وأن الاتفاقية الآن أصبحت مفعلة. انتظرنا قليلا ثم وجهنا الدعوة إلى الإخوة أعضاء الجامعة العربية ودعوناهم للاجتماع التأسيسي، فهبوا جميعا بالموافقة إلا القليل، وكان عدد أعضاء الدول في ذلك الوقت قليلا كما تعلمون بالمراجعة. كانت هناك إمارات قبل أن تتكون بعض الدول في الخليج كإمارة أبو ظبي وإمارة قطر شاركوا في الاجتماع، فكان الاجتماع الأول في فبراير 1969 في الخرطوم، وليس بعيدا من هذا المكان كان الاجتماع في فندق السودان، ولكن الجلسة الأولى كانت يوما عظيما ومشهودا من أيام السودان، كان في دار المرشدات في أم درمان، وحضر ذلك الاجتماع الرئيس مجلس السيادة الرئيس الراحل إسماعيل الأزهري، وكان ذلك دليلا على اهتمام الدولة بالمناسبة وعلى اهتمام الإخوة العرب بالمناسبة، فقد كانوا جميعا حضورا من خلال السفراء بالإضافة إلى الوفود، وكان ذلك سنة أيضا. فبعدها درج الاتحاد على دعوة رؤساء الدول فحضروا في عام 1970 في عمان، حضر جلالة الملك حسين، ثم بدأت الرئاسة للأردن فكان ضياء الدين الرفاعي هو الرئيس الثاني، وفي سنة 71 كانت الجمعية في بغداد، حضرها الأخ الراحل صدام حسين رئيس الجمهورية، وكان الأخ محمد سعيد الصحاف، وكان وقتها رئيسا للإذاعة هو رئيس الدورة، وهكذا. واليوم نحن نسعد في السودان بأن يكون حضورا الأخ الدكتور حمدوك رئيس للوزراء. الاجتماع التأسيسي وضع القواعد وأقر أن تكون القاهرة هي العاصمة والمقر، وأن تكون الخرطوم هي المقر للإدارة الهندسية، وقد كانت في منطقة أب حراس في الطريق إلى جبل أولياء، ولكنها انتقلت فيما بعد وانتقل معها عبد الرحيم إلى تونس. في المركز الهندسي كان المدير فيما بعد الأخ المهندس أحمد يوسف. في اجتماع
الناس كانوا دائما بيفتكروا انه في مثل هذه الاجتماعات بتضع القواعد ثم تنصرف، لكن احنا كنا في جو عربي عظيم بعد النكسة وبعد مؤتمر الخرطوم اللي اتى الثلاثة وبعد مؤتمر بنزرت، اول مؤتمر لوزراء الاعلام انعقد بعد مؤتمر القمة في الخرطوم، وكان الناس يجنحون الى استخدام التقنية والاعلام الجديد في ذلك الوقت بعد النقد الحاد الذي وجه للاعلام العربي فيما قبل النكسة. ولذلك الاتحاد قرر ان يبحث في التوصية التي اجازها وزراء بنزرت وهي استخدام المعرفة والعلم والتقنية. لذلك في ذلك الاجتماع قررنا ان نبحث في موضوع اطلاق قمر صناعي عربي. فكرة اطلاق القمر العربي نشأت في اتحاد اذاعات الدول العربية، وقمنا بالاتصال باليونسكو، واليونسكو رحبت. اول بلد او اول مجموعة في العالم الثالث تطلب مثل هذا النوع من الدراسات، ولم تكن الاقمار الصناعية في ذلك وقت سنة 69 قد اكتملت واصبحت جلوبال سيستم او نظام دولي، لانه في ذلك العام اطلق القمر الثالث الذي ربط العالم وجعل من الاقمار الصناعية نظاما دوليا. طلبنا دراسة هل يمكن ان يطلق العرب قمرا عربيا اقليميا يخدم اغراضهم. اليونسكو وافق على الفكرة وكون المجموعة من الخبراء برئاسة إدوارد كلومان من السويد، درست وبحثت هذه البعثة وطافت بالبلاد العربية ثم قررت أن إطلاق قمر صناعي لخدمة الدول العربية ذو جدوى. فقمنا نحن في الاتحاد برفع الأمر إلى وزراء الإعلام فأجازوا هذه القضية، ولكنهم ظلوا لخمس سنوات يحاولون إقناع دولهم بتبني هذا المشروع وتمويله، ولكنه رفض لأنه في نظر القابضين على أمر الأموال والتمويل إنه ده ويست وضياع للأموال وما في فائدة. إلى أن تمكننا في سنة 75 بإحالة الموضوع إلى وزراء الاتصالات، فبدت الفكرة تحيا ومولوه على أساس أنه مشروع مجدي مدير للدخل، وخصصوا لنا ما يسمى بالهاي باور ترانسبوندر لخدمة أغراض الإعلام. فالفكرة أيضا فكرة القمر العربي نشأت من اتحاد إذاعات الدول العربية، وأصبحنا فيما بعد أو أصبحتم فيما بعد التوأم المحبب. في الاتحاد أصبح عنده وجود في العالم في ذلك الوقت 82 83 84. الغرب كان بيتصارع في كسب المنطقة العربية جغرافيا وسكانيا واقتصاديا، فدعوا الاتحاد إذاعات الدول العربية لزيارة أوروبا لتسويق نظام بال سيستم، وذهب وفدنا واتصل ببروفيسور بروخ في ميونخ، الذاكرة شوية بقت تضعف يعني، وجلس معه في معمله وشرح الفكرة، ثم ذهب إلى باريس واجتمع بهنري دي فرانس مخترع السيكم وجلس معه ده في معمله، وغرض الاثنين الإقناع. لكن فوجئنا في ذلك الوقت بقرار مفاجئ من الملك فيصل
الذي قرر أن تتبنى السعودية نظام سيكم. ما انتظرنا وتخيل ده غرض سياسي، لأنه نظام سيكم كان فرنسي مع أوروبا الشرقية مع دول المستعمرة. اهتم بالعلم وبالمعرفة وبالتدريب وبالتطوير كما هو الحال الآن. من أكثر الاتحادات التي تطور العاملين في حقل الإعلام. أوراق بتاعتي اتلخبطت، لكن أردت أن أتحدث عن بعض الشخصيات وبعض الزملاء الذين اختارهم الله إلى جواره، ولكنهم من المؤسسين لهذا الاتحاد، الذين حضروا الجمعية الأولى: ضياء الدين الرفاعي، عبد الحميد الحديدي، عبد العزيز جعفر، وكثير من أولئك الذين أسهموا اسهام فاعل جدا في اتحاد إذاعات الدول العربية. وكان يعني كثير من الأشياء التي أردت أن أقولها لم أجدها الآن، ولكن في نهاية هذا الخطاب أو هذا اللقاء أو هذه الذاكرة أريد أن أستميحكم عذرا بأن أوجه رسالة خاصة كمواطن سوداني لرئيس وزرائنا حمدوك، الذي جاب العالم وعاد سالما قبل أيام وحقق كثير من الاختراقات واللقاءات، وأدرك اهتمام الكبير الذي خصصته الإذاعات التي تملك الدول الأعضاء في هذا الاتحاد. ولعل ذلك يدعوه للاستجابة للاهتمام الذي نأمل أن يلقاه الإعلام السوداني. نحن أيها الإخوة فقراء، نحن أمة مبادرات وأمة
سباق، ولكننا نبدأ في أوقات مبكرة ونتخلف عن الآخرين. بدأنا الإذاعة في سنة 40 وعمرها 19 سنة، بدأنا التلفزيون في 62، بدأنا نظام سدوسات للأقمار الصناعية مع إنتلسات سنة 75، ولكن بالمقارنة معكم ومع كثير من الدول نجد إنه اهتمام الدولة أو اهتمام الإخوة القابضين على المال وعلى التمويل لا يتناسب ووضع السودان الآن. أنا أسأل وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يسخره للاهتمام بالإعلام في السودان، وأن لا يتركوا للذين لا يستطيعون تقويم وتقدير أهميته. وهذه المرحلة، مرحلة التي يمر بها السودان، مرحلة تاريخية ومرحلة تحول، وإذا لم تتوفر للإعلام الوسائل التي تمكنه من القيام بهذه المهمة فلن نجد ولن نحصد إلا القدر الضعيف والذي لا يتناسب مع آمالنا وطموحاتنا. وأنا واثق من أنه ومن أن الأخ وزير الثقافة والإعلام وأعوانه وإن الإخوة العاملين في كل مجالات الإعلام سيجدون منه الاهتمام، وستتحرك وضع أولوية الإعلام من التي كان فيها إلى موقع متقدم، وسيصبح الإعلام السوداني منافسا للإعلام العربي والإعلام في العالم الثالث. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استحضر البروفيسور علي شمو رئيس الاجتماع التأسيسي للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية ذكرياته ستكون منقوشة في أذهان الإعلاميين. نشكرك أستاذنا الفاضل وندعو لك بوافر الصحة وطول العمر. الآن أحيل الكلمة إلى معالي وزير الثقافة والإعلام في الحكومة السودانية الأستاذ فيصل محمد صالح، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة وسيدات الحضور، سيد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، السادة الوزراء الضيوف، ضيوفنا سفراء والسلك الدبلوماسي، السادة سيد رئيس الاتحاد، سيد أمين اتحاد إذاعات الدول العربية، السادة أعضاء الاتحاد، والسادة الضيوف الكرام بكل المقامات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا سعادة وفخر أن تحتضن الخرطوم اجتماعات الدورة 39 لاتحاد إذاعات الدول العربية والاحتفال بالعيد الخمسيني لتأسيس الاتحاد، ولن أستطيع هنا أن أزيد على ما قاله أستاذنا الكبير البروف علي شمو الرئيس المؤسس للاتحاد والحاضر لكل مراحله. بالتأكيد نحن في الخرطوم سعيدون أن نقول أن بلادنا قد عبرت إلى مرحلة جديدة، وأن شعبنا خط بدمائه وبنضاله طريقا جديدا لبلاده، يحاول أن يستشرف مستقبلا جديدا وسودانا جديدا. وسعيدون بأن يكون اتحاد إذاعات الدول العربية شاهدا الآن على هذه التجربة الجديدة، خاصة وأن انعقاد اجتماعات الاتحاد واحتفالاته تتزامن مع الذكرى الأولى لثورة سبتمبر المجيدة. فنحن هنا نحتفي بشهدائنا وبنضالات أبناء شعبنا، ونتمنى لهم من الجرحى والمصابين الشفاء، وللمفقودين الذين ما زلنا نبحث عنهم أن يعودوا إلى أهلهم ووطنهم وشعبهم، وأن تتحقق آمال شعبنا في شعاراته التي رفعها في الحرية والسلام والعدالة. أكرر مرة أخرى أننا ممتنون لاتحاد إذاعات الدول العربية
فتتسابق الدول العربية في استضافة اجتماعات الاتحاد، وبشهادة كل من كان حاضرا فما أن طرحت رغبة السودان في أن يستضيف هذه الاجتماعات والاحتفالات إلا وتسابق الجميع بلا استثناء في الترحيب وإبداء الحماس أن تكون هذه الاحتفالات في الخرطوم. فنحن شاكرون وممتنون لأعضاء الاتحاد هذا الشرف الكبير وهذا الدعم والمساندة التي قدموها للسودان بحضورهم وعقد اجتماعاتهم واحتفالاتهم هنا. شكرنا يمتد لقيادة اتحاد إذاعة الدول العربية، رئيس الاتحاد والأمين العام، ويمتد أيضا إلى الإخوة في عرب ساد الذين أيضا تحملوا جزءا من هذه المسؤولية وقدموا لنا كل الدعم والمساندة الممكنة حتى تنجح هذه الاجتماعات والاحتفالات. نعلم جميعا أن أمامنا كإعلام تحديات كبيرة، كل دولة وكل جهاز إعلامي يواجه تحديات اللحاق بالعصر الحديث وتقدمه وتقنياته، ونعلم أيضا أن كل دولة على حدة أو كل جهاز إعلامي على حدة لا يستطيع أن يسابق هذه التطورات. من هنا جاءت أهمية العمل المشترك، نستطيع معا أن نغطي كل أحداث العالم التي صارت تتجدد كل ثانية، نستطيع بالعمل المشترك أن نلحق بالتقنيات الحديثة التي أيضا تظهر في كل دقيقة وثانية بحيث تعجز إمكانيات كل دولة على حدة أو كل جهاز على حدة أن يلحق بها. هذا العمل المشترك نثمنه ونعبر عن استعدادنا الكامل للشراكة فيه مع كل المؤسسات اتحاد إذاعة الدول العربية ومع الأجهزة الإعلامية في الدول العربية الشقيقة أيضا في عبر العلاقات الثنائية. التدريب والتأهيل واحد من التحديات الكبيرة التي أيضا نستطيع عبورها بالعمل معا والمشاركة. واحدة من التحديات المهمة التي أعتقد أن علينا كإعلام عربي أن نعمل عليها هي محاولة إيصال الصور الحقيقية لكل بلد ولكل شعب إلى البلد والشعب الآخر. مع الأسف الشديد ما تزال تسيطر بعض الصور النمطية السلبية لبعض الدول العربية في دول عربية أخرى. أعتقد أن هذه مسؤولية الإعلام بشكل واضح ومباشر. إذا اقتربنا من بعضنا البعض، إذا تبادلنا الزيارات والبرامج المشتركة، تدربنا مع البعض، أنتجنا برامج إعلامية وإذاعية وتلفزيونية مشتركة، نستطيع أن ننقل الصور الحقيقية لكل بلد ولكل شعب، وأن نتخطى ظاهرة الصور النمطية والسلبية التي أحيانا كثيرا ما تكدر العلاقات بين بلادنا وشعوبنا العربية. أكرر مرة أخرى سعادتنا بوجودكم وبهذا الحشد الكبير، وأكرر مرة أخرى إنه أيادينا وقلوبنا مفتوحة للعمل المشترك وللمساندة والدعم للتدريب والتأهيل المشترك لتطوير التقنيات الفنية والهندسية عبر العمل المشترك. كل هذه تحديات نستطيع أن نعبرها معا إذا عملنا معا ونحن في السودان. وأستطيع هنا أن يعني أسبق السيد رئيس الوزراء لأقول على لسانه أن بلادنا مفتوحة لكم جميعا في كل الاجتماعات الاحتفالات الدورات التدريبية المشتركة، وستجدون منا كل دعم ومساندة. أكرر مرة أخرى سعادتي بوجودكم كلكم معنا هنا في الخرطوم، ورحب بكم، ونتمنى أنه نقضي بقية الأيام في الجمعية العمومية وفي الاحتفال باتحاد إذاعة الدول العربية على أكمل وجه. شكرا جزيلا لكم. وأسمحوا لي الآن أن أقدم لكم رئيس وزراء حكومة الثورة ورئيس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور عبد الله حمدوك. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، والسيدات والسادة أعضاء الدورة 39 للجمعية العامة والمكتب التنفيذي للاتحاد، قيادات العمل السياسي والتنفيذي والنغابي والمهني وممثلي المجتمع المدني، سادة السفراء، ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية،
حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسمحوا لي في بداية حديثي أن أرحب باسم حكومة السودان حكومة وشعبا بانعقاد فعاليات الدورة 39 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية في السودان، ولعله من حسن الصدف أن تتزامن هذه الفعاليات مع الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية في الخرطوم قبل 50 عاما. نحن فخورون بروفيسور علي شمو بهذا التاريخ الزاخر، وأعتقد أنه أنا لو ما قلت كلمة واحدة بس أقول يا جماعة أنا بتفق مع كل كلمة قال أستاذنا بروفيسور علي شمو لكفانا. ألف مرحب بك وأنت فخر لهذا البلد. وتلتئم هذه الفعاليات في الخرطوم والسودان يحتفل أيضا في هذه الأيام بالذكرى الأولى لاندلاع ثورة ديسمبر المجيدة، والتي زطر فيها شعبنا ملحمة تاريخية شعاراتها الحرية والسلام والعدالة وأداتها السلمية وهدفها إقامة الدولة المدنية الديمقراطية. حقيقة كشعب يحق لنا أن نفخر، في خلال 50 عام حققنا 3 انتقالات من أنظمة شمولية ديكتاتورية لوضع اللبنات لنظام ديمقراطي تعددي يحترم الرأي والرأي الآخر. سوف ندافع عن هذه الديمقراطية، ونحن نحلم وندعم دور للإعلام متقدم في هذا المجال. الإعلام يلعب دور أساسي في تأسيس ووضع اللبنات لخلق دولة المؤسسات، دولة احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والتعدد، وسوف نسعى مع شعبنا لخلق ذلك المناخ الذي يعبر بنا لآفاق أكثر رحابة وأكثر احتراماً لإنسانية الإنسان. لقد ظل اتحاد إذاعات الدول العربية ومنذ تأسيسه كأحد منصات التكامل بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، يمثل نموذجاً في التعاون العملي وفق أهداف وبرامج محددة تحقق نتائج ملموسة تعايشها الشعوب العربية بشكل يومي من خلال التبادل البرامجي في قطاعي الإذاعة والتلفزيون، والدعم الفني الكبير الذي يقدمه الاتحاد للدول الأعضاء، وقد ظل السودان في مقدمة الدول المستفيدة من هذا التعاون التشاركي. فألف شكر على هذا الدعم المتصل من قيادة الاتحاد، وكلنا فخر بأخونا المهندس عبد الرحيم سليمان في قيادة هذا الاتحاد. ألف شكر. ونتطلع في الحكومة الانتقالية إلى مزيد من التعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، وسنكون مستعدين للمضي قدما في تنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية. وأدعو كل الأجهزة الرسمية السودانية لتسهيل عمل الاتحاد في السودان وتيسير كل المعينات التي تتيح تنفيذ مشروعات التعاون. إن الطفرة التي يشهدها قطاع الإعلام في الفترة الأخيرة والمرتبطة بالتطورات المتسارعة لتقنيات الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي تتطلب منا وضع الخطط والبرامج التي تسمح لنا بأن نكون شركاء في هذه الثورة من خلال تطوير قدراتنا الفنية والتقنية وتدريب الكوادر. ويمثل ذلك أحد مجالات التعاون الرئيسية بين السودان واتحاد إذاعات الدول العربية. ختاماً أتقدم لكم بالتهنئة وأنتم تحتفلون باليوبيل الذهبي لتأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية، وأمنياتي لكم بنجاح أعمال دورة اتحادكم 39. حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً في بلدكم السودان. ألف شكر. أصبحنا على خير. ضيوفنا الأجلاء، ربطاً بين الماضي التليد والحاضر السعيد، ونحن في غمرة فجر جديد، كانت هذه الكلمة. باسمكم جميعاً نتوجه بأصدق عبارات الشكر والثناء إلى سيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك عليها، والتي من خلالها نتطلع إلى مرحلة واعدة من أبرز سماتها تقوية الروابط وتوثيق أواصر التعاون بين هيئات الإذاعة والتلفزيون العربية ودعم روح الإخاء بين شعوب الأمة العربية. نمر الآن سادتي
إلى مراسم التكريم. أدعو السادة الرئيس الاتحاد الأستاذ محمد عبد المحسن العواش والمدير العام للاتحاد المهندس عبد الرحيم سليمان والأستاذ سعد الجريس النائب الأول لرئيس الاتحاد. أول المكرمين الزعيم الخالد إسماعيل الأسهري، زعيم الاتحاد الحركة الوطنية حركة الخريجين التاريخية والمعلم المناضل الوطني، رئيس أول حكومة سودانية عام 1954، رئيس الدولة الأسبق والزعيم الذي مد يده بيضاء إلى زعيم الحركة الاستقلالية السيد الإمام عبد الرحمن المهدي، فكان إعلان الاستقلال من داخل البرلمان في 19 نوفمبر 1955، ذات تاريخ انتصار ثورتنا الشعبية، ثورة الحرية والتغيير وحرية سلام وعدالة. التكريم للسيد الأسهري، ويستلم الدرع الأستاذ فيصل محمد صالح. يسعد الاتحاد أن يكرم السيد رئيس مجلس الوزراء في هذه المناسبة التاريخية الدكتور عبد الله حمدوك اعترافا بجزيل رعايته للجمعية العامة وبالغ اهتمامه بأنشطة الاتحاد. ألف مبروك للسيد رئيس مجلس الوزراء بهذا التكريم المستحق. وللإشارة أنا شاكر ومغدر لاتحاد إذاعات الدول العربية لهذا التكريم، لكن في اعتقادي هذا التكريم يجب أن يذهب لهذا الشعب العظيم، الشعب السوداني الذي جعل هذا ممكن. وأعتقد أرجو أن يتم تكريمنا بعد أن نعبر مع شعبنا لتأسيس ووضع اللبنات لنظام ديمقراطي راسخ نتيح فيه الفرصة لشعبنا ليعبر عن خياراته في حرية ويختار قياداته التي سوف تعبر بنا لآفاق أرحب في الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات. شكرا جزيلا. سيداتي سادتي، للإشارة أولت السلطات السودانية بمختلف مكوناتها عناية فائقة لهذا الحدث الإعلامي الجليل الذي يتجاوز صداه وأبعاده النطاق المحلي ليشمل الوطن العربي وخارجه. وننوه بالمناسبة بجهود وزارة الثقافة والإعلام والهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون السودانية على إحكام التنظيم وتأمين أسباب النجاح لكافة الفعاليات المبرمجة. يشمل التكريم معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح. أجمل التباريك لمعالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح. وهكذا سيداتي سادتي، بالانتهاء من مراسم التكريم، ما رأيكم في هذه الفقرة الموالية والتي ستدخل بنا عالم الموسيقى السودانية وتشيع فينا سحر الغناء من هذا البلد الموسوم بثرائه الفنية المتنوعة؟ أهلا كورال كلية الموسيقى والدراما بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
سنستمع إلى المامبو السوداني رائعة الأستاذ سيد خليفة، ليلة عمر رائعة الفنان العربي عبد الرب إدريس، وبسامة عبد الله الكاظم لعبد القادر سالم، التوزيع الموسيقي والكورالي الأستاذ الصافي مهدي. وبداية نقول ديلها للبقيف في الدارة وسط الدارة، وقول للدنيا ديلها لي، ديلها لي لإسماعيل حسن وميرغن النجار.
Thank you.
Thank you.
بيتي
أخذي العمر أخذي العمر انتي عيوني انتي أنا وين ما كنت سواد عيوني أخذي العمر أخذي العمر Thank you.
السلام.